تحياتنا للزميل محمد كاظم. يقول الحكمين الدوليين لكرة الصالات رافد علاوي وراوند فتاح الذين مثلوا العراق في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات والتي حصل على لقبها منتخبنا النسوي لم يشملوا بتكريم الاتحاد. وبهذه الرسالة أقرأ المنشور الخاص بمدربة منتخبنا الوطني للصالات، إذا شفتوه كباتن بصفحتها كتبت بيوم التكريم: اليوم سيتم دفع مكافآت بطولة غرب آسيا في بغداد للاعبين وجميع وكلاء الفريق، ويجب شكر اتحاد كرة القدم الأفضل على التوقف الطويل في دفع المكافآت، لكن من المشكوك فيه أن المدربين الإيرانيين من هذا الفريق الذي فاز ببطولة العراق ليس لديهم علم ولم يعطوا لنا هذا، وهذا التصرف غير مهني للغاية وغير أخلاقي. هل يجوز تكريم منتخبنا النسوي دون إعطاء حق للمدربين؟ لا، هاي مو صحيح. المدرب جزء مهم، هاي النتائج اللي حاضر إنه بطولة غرب آسيا أول مرة بتاريخنا للسيدات نحصل عليه. لا هذا مو يعني لازم يكون خطأ. ما دزوا عليه الموضوع، هم إيرانيين؟ أي المدرب إيراني، ذكرها في وقتها بنخلوا غرب آسيا للسيدات ما حد دز عليه. جزء طهم أموال يعني، جزء دول طهم جيعان، دول ذاك طهم أموال يعني ماكو. لا هو حتى ما يقول اسمها ماكو، ما موجود يمكن حتى بالامر الاداري. هي مستغربه تقول شنو، لا المفروض شنو تعطون تكريم لعدان غير مدربه المنتخب. اي جوز يعالجوها خطا يعني، هسه هم اللي يريدوا يعطون يعني. الحمد لله والشكر رئيس الوزراء يعني يعني مهتم هواي بالرياضه يعني، وهذا مكسب انه بما تبقى من دقائق.